أول حرف من اسمك؟ سين. ضفنا سين، أول عمل يفضل أن يقترن اسمك بيه إيه هو؟ سفاح رغم أنفه. أول ما يعرف بيه سين عند جمهوره. أنت حبيبي. نقدر نقول الصوت ولا طريقة الكلام؟ الصوت وطريقة الكلام. أول قيمة أساسية تحبها في المرأة؟ الصدق. أول صفة تلفت نظرك في الرجل؟ الشجاعة. أول طبق على مائدة طعامك؟ الشوربة. أول رحلة في حياتك؟ بغداد. رحلة عمل ولا فسحة ولا زيارة؟ رحلة عمل. كان ليه؟ انتدبت للعمل بالمسرح المدرسي في العراق. أول عمل تقوم به في الصباح؟ أن أنظر في وجه امرأتي. أول مكالمة تليفونية يومية؟ صعب. أول صوت غنائي يدخل قلبك؟ فيروز. أول نجم ونجمة تدخل أفلامهم؟ نادية لطفي، محمود مرسي. أول إنتاجك؟ أبناء الصمت. أول ما يشغل فكرك الآن؟ المسرح. أول شخصية عالمية مرموقة تتمنى أن أنت تلتقي بيها؟ ماتت. من العايشين؟ سير لورانس أوليفييه. أول مرة واجهت الجمهور على المسرح كان إحساسك إيه؟ وبعدين واجهته هنا كمخرج ولا كممثل؟ واجهته كممثل في المفتش العام. كان إحساسك إيه؟ هو نفس الإحساس اللي بينتابني كل يوم، الخوف من المتفرد واحترام خشبة المسرح. أول لون تنتقيه في ملابسك؟ الأبيض. أول لون تفضل إن زوجتك تلبسه؟ الأسود. أول الطيور التي تفضل سماع صوتها؟ الكروان. أول الحيوانات اللي أنت تفضل إن أنت تتفرج عليها؟ القرود، بعشقهم. يا ترى في سبب معين؟ أعتقد إن يعني أنا بحبهم جدا وبقعد قدامهم كتير جدا، وخصوصا يعني بجد فيهم حاجة جديدة، هو ده الضحك. تتذكر حضرتك أول كتاب قريته؟ أول كتاب قريته في حياتي وأنا صغير صعب، وأنا كبير برضو صعب لأن قريت كتير. نكسر الأسئلة ونقول آخر كتاب. آخر كتاب قريته اللي هو كتاب صعب أقوله ولا ما أقولوش؟ اتفضل. من أجل خمس حزيران، سعد الله والنوس. أول زهرة تنعشك رائحتها؟ الفل. أول اختراع عصري يقنعك؟ أقول أقول أول اختراع يعجبني. قولي السؤال تاني من فضلك. أول اختراع عصري يقنعك؟ أن يكون هناك حب في قلوب البشر. أول دور تمثيلي لسين في السينما؟ فتاة الاستعراض. أول كلمة إعجاب تلقيتها كفنان؟ من مين؟ شوف حضرتك بقى تذكر. أول كلمة تلقيتها كفنان، كنا بنعمل مسرحية المفتش العام في أسوان، والتقيت مع راجل شاف نفس المسرحية في روسيا وطلع يعني حياني تحية لن أنساها، لأني قال لي مش قادر أفرق أنا قدام الراجل اللي مثل نفس الدور ولا قدام إنسان مصري بيقنعني بنفس الإجادة وبنفس الاندماج وبنفس الحيوية اللي شفت بها دور مدير التعليم في المفتش العام. أول إحساس يعتريك وأنت تشاهد عمل لغيرك ناجح؟ أتمنى أن أرى جميع الأعمال للآخرين ناجحة، لأن هنا المنافسة الشريفة. أول ما يصيبك عند مشاهدة عمل فاشل؟ إن كان على المسرح فبحس إن أنا قتلت. وإن كان في السينما؟ ما تهمنيش لأنها صناعة. أول ذكرياتك الحلوة؟ صعبة. مش قادر تتذكر؟ لا صعبة، لأنها بتمس الآخرين. أول حادثة اعترضت طريق نجاحك؟ وأنا على المسرح؟ مثلا؟ هي حادثة صغيرة جدا، كنا بنمثل بتاع في فرقة التلفزيون المسرحية،
وكنا في مدرسة الفسطاط وبنعمل مسرحية المفتش العام، والمسرح مكتظ بالمتفرجين جدا. حضرتك قدمت المفتش العام دي كم مرة؟ ما هي دي عشان عزيزة عليا وكان لها رحلة بحياتي. فطلع مفيش ولا كرسي في الصالة، فدخل معلم جزار وطلب مني وانا بمثل على المسرح كرسي اللي جنبي عشان يقعد عليه في الصالة. فطبعا رفضت، قلت له احنا بنمثل. فقال لي لو ما جبتش الكرسي هستناك بره واضربك علقه لحد ما اقطع نفسك. قلت له انا قد ابوك. في نهايه الكواليس شلت المكياج وبيسالني عن نفسي. فقلت له الراجل لسه جوه غير هدومه، وهو راجل تعب الفرقه جدا واضربه لما تموته، وخدت بعده وجريت. اول هديه تلقيتها خطاب. تتذكر كلماته؟ صعبه برضه. اول مخرج تحرص على مشاهده افلامه؟ محمد راضي. أول مؤلف عالمي تفضل القراءة له؟ بريخت. أول أجر حصلت عليه من عملك؟ في المسرح 30 جنيه في السينما. في السينما 50 جنيه أول مرة شعرت بالخوف؟ بالخوف من التمثيل ولا من الحياة؟ من أي حاجة. في حياتي لم أشعر بالخوف إلا من خشبة المسرح. أول شخص بتفكر فيه في غربتك؟ أمي. أول شيء ممكن تستغنى عنه؟ أنا لما استحوذ على شيء ما استغناش عن شيء. تتذكر أول حب في حياتك؟ وما أقولش على اسمه. أول نقد لازع وجه لسين؟ في مسرحية الصعلوكة. من فتح العشري. أول بلد تتجه ليها لقضاء عطلة؟ الأسكندرية. أول غلطة في حياتك؟ مش عارف. أنا غلطت كي مش عارف أول غلطة. يظهر غلطاتي كتير على فكرة. والله. أول كلمة غزل تجاوبت معاها؟ أول كلمة غزل. أنت بتحرجيني أوي على فكرة. عمر ما حد قال لك كلمة غزل؟ لا 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 بيتقال على فكرة مع إنه وحش. والله. طب تتذكر كلمة منه؟ كلمة غزل؟ ما فيش، هي مرة واحدة في حياتي أنا هقولها بدون كسوف. واحدة أعجبت بيا وخلاص، قالت أنا بحبك وحبيتها من أول دقيقة. أول مرة وآخر مرة. من أول دقيقة وهي آخر مرة. أول ما يضحكك؟ أول ما يضحكني؟ أول شيء يضحكني؟ صعب على فكرة إن أنا أضحك. والله. أول شيء يضحكني. حضرتك بتضحك على طول؟ أنا بضحك على طول. كلمة شيء يضحكني يعني يضحكني، دي عملية صعبة. قولي سؤال غريب. صعب إن حد يضحك. طب نسألك أول كلمة من اسمك إيه؟ سيد.